delighted to welcome you to the 2023 Career Culture Week, the biggest. سعداء جدا بالحضور والمشاركة في هذه التظاهرات الثقافية نيابة عن السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء باعتبارنا نائب مفوض في المجال ديال الثقافة وديال الرياضة. اليوم السفارة ديال كوريا الجنوبية كتقدم أسبوع ديال الثقافة اللي من خلاله كتعرض مجموعة ديال الفنون والمطبخ الكوري واحد مجموعة ديال الفعاليات الثقافية والفنية. احنا سعداء اولا بتنظيم هذه التظاهرة في مدينة الدار البيضاء لان من شأن هذا يعزز انفتاح ديال المدينة على المحيط ديالها العالمي وعلى مدن اللي هي في دول كتربطها علاقة جد وثيقة بالمملكة المغربية، وبالتالي اليوم هذا التبادل ديال الثقافات هو كيجي في اطار واحد السياق ديال الانفتاح ديال المملكة المغربية على مر التاريخ. هي دولة منفتحة على جميع الشعوب وجميع الثقافات، وحنا اليوم سعداء بالتعرف على الثقافة ديال كوريا الجنوبية في شتى المجالات، وكنشجعوا مثل هذه التظاهرات هذه، والحضور ديالنا هو بمثابة تشجيع. وكيف ما كان لحوار مع السيد السفير انه عندهم رغبة في عقد توأمة مع احد المدن يعني في الدولة ديال كوريا الجنوبية، احنا رحبنا بالفكرة في انتظار انه تكون خطوات لتنزيلها واخراجها الى حيز الوجود. هو القيمة المضافة الاولى هي الانفتاح والتعارف، وحنا في الدين ديالنا وجعلناكم شعبا وقبائل لتعارفوا، يعني احنا اليوم هاد التظاهرات هذه في المغرب والمغرب كذلك يقوم بتظاهرات مماثلة يعني في دول اخرى، هذا محبذ من اجل التعايش، والمغرب بلد ديال التعايش ديال الثقافات وديال التلاقح ديال الثقافات، بالتالي الاثر ديالها في الترسيخ ديال هذه القيم ديال التعايش وديال الانفتاح اثر كبير، وبالتالي بدايه التعاون لا الاقتصادي ولكن يبدا بتعاون ثقافي وتعارف واحد المجموعه ديال الامور. فاحنا كنشجعوا هذه التظاهر هذه، وكيف ما قلت لك انه السيد السفير عبر على الرغبه ديال انه يكون اشتغال على عقد توأمه بين مدينه الدار البيضاء، واكيد ان هذه التوأمه هذه اذا خرجت حيز الوجود غادي يكون تبادل ديال التجارب وديال الخبرات وديال الفنون المسرحيه والفنيه يعني في الدولتين معا. 18 عام سكنت في الكاسا ولا في المغرب، ما كندير اللوجين ديال الميديكال في العين السبعه. اليوم كاين سي يفون باش يدير بريزنتاسيون كولتير كوريا، و انا مرحبا هاي المغربي يجي ودير الوقت مزيان معنا. و انا ساكن في المغرب حدا 18 عام، وانا شتي كان شي هذا قريب التقليديه لكوريا. بحال مثلا كوريا هنا عائله ديما هي الاولى، المغرب بحال كوريا عائله ديما الاولى، كلهم خويا كلهم ختي ماما بابا ومعقل مجموعه في البلاصه واحده هذا مزيان. وخصوصا انا عز عليه مغربي، علاش كل مغربي ديما مرحبا على صاحب، انا من كوريا مرحبا ديما كيعمل معنا وكيعلمنا الثقافه المغربيه، ثقافه مغربيه، وديما بغى يكون صاحب وبغى يعاون شي اجنبي يكون مزيان في المغرب. يعني المعامله زوينه؟ عامل لي زوينه زوينه، ديما علاقه خدمه علاقه خدمه، علاقه من الاولى خدمه وثيقه، وديما صاحبي صاحب صاحبي وصاحبه مزيان.